تقدم الاهلي على الاسماعيلي 1-0 بتسديده قويه لبيرسي تاو من خارج منطقه 18 في شوط اول، كانت السيطره فيه لصالح النادي الاهلي وتمكن من حسمها بهدف بيرسي تاو، والنتيجه تعتبر منطقيه لاحداث الشوط الاول يا كابتن شريف. طبعا ارتكاز كل اللعيبه في الملعب والتصميم على انهم يكون ليهم التقدم وسبق التهديف كان موجود، وخاصة لما نزل حسين الشحات. الحقيقة عمل إيقاع للاستحواذ، بقيت عندك استحواذ يعيبك بس شيء واحد، إن ما بقاش فيه ارتكاز من نص الملعب بتاعك، عشان كده أنت بتتعرض للكاونتر أتاك بتاعك. يعني كان لازم يبقى مروان عطية في آخر الشوط عمل كده، فضل واقف ومستني، حس بالخطورة. أكرم بيلعب في كل حتة، بيلعب يمين وشمال، والراجل عامل مجهود كبير جدا، ولكن برضه لازم يبقى فيه تنظيم ويهدى في المكان، وعايز يعمل زيادات، عايز يعمل بشكل محسوب، يعني يدي للناس اللي قدامه حريه التحرك زي بيرسي. بيرسي تاو انا قلت لك قبل المباراه استعاد في مباراه مازيمبي خاصيه التصويب، والنهارده برضه لما بيخش جوه بيفكر في نفس الشكل، وده شيء جيد انك انت تفكر في التصويب او تنتج او تبقى عندك البلان انك انت تهدد بيه بالامكانيات اللي انت تملكها. الديفنس بتاعك والشكل بتاعك بيعتمد على الثقه الكبيره اللي هم فيها. محمد هاني على طول منطلق، عشان كده احنا لازم ننظم الحته بتاعت محمد هاني، واكرم لازم يكون في الحته دي بس، يعني ما ينفعش اكرم ابص الاقيه في الوينج رايت، وابص الاقيه انسايد رايت، وابص الاقيه، يعني لازم برضو يبقى في حته ازاي ينظم فيها. كان عندنا فرصه كبيره جدا لتعزيز الهدف، وده اللي مطلوب فيه باذن الله في الشوط الثاني. فجود لك وبنفس الروح وبنفس الاداء، انا شايف الكره لما بتتقطع مننا اثنين ثلاثه بيحاولوا يروحوا يجيبوها، ودي الروح عاليه هنا، وده اللي احنا بنتمناه دايما. جود لك وتكمل على خير يا رب ان شاء الله. كابتن اسامه، شوط جيد للنادي الاهلي من حيث السيطره واستحواذه، وحتى الخطوره على المرمى كان النادي الاهلي هو الافضل في الشوط الاول، ولكن كلنا منتظرين هدف ثاني للنادي الاهلي، والظروف تسمح لان الاسماعيلي بيستقبل، حتى الاسماعيلي بيلعب على اخطاء منك في خط النص، اذا كان زي ما قال الكابتن شريف في ناس بتعمل مجهود زايد عن الحد سواء في النواحي الدفاعيه او النواحي الهجوميه، وبتبقى اخطاء مننا بيقدر يوصل بيها نادي الاسماعيلي لمرمى النادي الاهلي، وشفنا مصطفى شوبير طلع كره كويسه، ولكن هدف تاني يقتل المباراه بعد تعزيز الهدف الاول. طبعا هدف تاني يفرق كتير جدا، هم هيندفعوا اكتر وممكن كمان تضيف اهداف تاني، لكن بالنسبه للشوط الاول كميه الجري والحركه كبيره جدا. مزبوط. من الفرقتين على فكره، من فرقه الاهلي وفرقه الاسماعيلي. الاهلي هو الاكثر استحواذ واكثر ضغط، وفي ناس تحس ان مشتاقه للعب، يعني امام، بيرسي تاو، حسين الشحات لما نزل في حركه كتير، هاني في حركه كتير وجري كتير، لكن الفرص قليله شويه هنا وهنا. يعني النادي الاهلي تقريبا في الناحيتين، يعني اول فرصه خطيره الفاول اللي اتلعب حلو في الدقيقه 30 تقريبا او 29 اللي بين حسين ومعلول وامام، ومعلول شاطها بجوار القائم، ثم بعديها على طول فرصه الهدف بتاع بيرسي تاو، وسام لعبها له كويس، هو لف وشاط والكره فيها كده خبطت في رجل المدافع وغيرت اتجاهه ودخل الجون، بس هدف مستحق. وواحده بعد كده كورنر اتلعب النهارده، الضربات الثابته بتتلعب بشكل حلو. كورنر اتلعب حلو قوي برضو بين ثلاثه لحسين الشحات، كان لو اتأنى فيها كانت فرصه هدف. دول تقريبا الثلاث كور خطيره اللي الاهلي عمله مع الجون، وكانت فيها فرصه الهدف اللي هو بيرسي تاو حطه. نادي الاسماعيلي برضو عنده كميات الجري كبيره، شباب معظمهم، نص ملعب فيه كميات جري كتيره، خطورتهم برضو على المرمى مصطفى كمال قليله، وان كان في لحظات بيبقى فيها اندفاع في نص الملعب شويه بيعملوا هجمه. على مرمى احمد عادل حارس المرمى، هو مصطفى كمال اللي هو مصطفى مدربه احمد عادل. والناحيه الثانيه على مصطفى شوبير في الفاول اتلعب من عبد الرحمن مجدي بشكل كويس اتصدت، ثم الاخطر اللي هي الكره اللي بعديها على طول اللي هاني اتزحلق وحاول يجيبها، عبد الرحمن مجدي جري بيها وشاط، ومصطفى كمال قدر، مصطفى شوبير قدر معلق معاك مصطفى كمال، ما دخلت مصطفى كمال فمصطفى شوبير قدر يحط ايده فيها وصدها ببراعه.
فالنادي الاهلي هو الاكثر سيطره والاكثر استحواذ، ولكن محتاجين هدف تاني زي ما انت قلت يقتل عشان يقتل المباراه، لان هم لسه عندهم اصرار على التعويض. صح. فان شاء الله ربنا يسهل الشوط الثاني نقدر نجيب الهدف الثاني يا رب ان شاء الله. كابتن عادل، رؤيتك الفنيه سريعا لحد الشوط الاول. يعني الاهلي لعب شوط متوازن، نص الملعب مروان و... 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 واكرم كانوا واقفين الناحيه الدفاعيه كويس. يعني امام بدا يتحرك، بدا يجهز، بدا يلعب. يعني انت اهداف المباراه بتتحقق، اللي هي الهدف الاول انك تجهز اللعيبه، طبعا المكسب لازم. بالنسبه لتجهيز اللعيبه من وجهه نظرك، امام يكمل ولا ممكن ياخد وقت الشوط الثاني شويه وبعد كده ممكن؟ لا، هيكمل امام بس هيطلع بعد 20 دقيقه او 25 دقيقه، دي رقم واحد. رقم اثنين، عبد القادر، يعني زعلت ان هو جاله الشد ده. عبد القادر بيمر بظروف جيده جدا وبدا يستعيد، ولكن عزائي برضو ان حسين، انت محتاج حسين الفتره القادمه، في المباراه القادمه محتاجه حسين، خبره وعنده مهاره جيده قوي، بيعرف يمسك الكره في اي احداث في المباريات، وعنده تمرس في المباريات الكبيره. ولكن في الاخر انت لعبت تكتيكيا منضبط، عندك الطرفين زي ما اتكلمنا قلت هيطلعوا كتير قوي، اللي هو علي معلول طلع كتير ومحمد هاني، لانه الاثنين اللي في الوسط اكرم توفيق ومروان عطيه بيقدروا يساعدوهم على انهم يطلعوا، بيامنهم كويس في الحته الدفاعيه. وفي الاخر فرقه الاسماعيلي تقدر تقول ان هي فرقه عندها حماس، لكن عندهم الحته التكتيكيه مش عاليه شويه، يعني بالمعنى ان هم ممكن تبص تلاقيهم عملوا حاجه كويسه قوي، واحيانا ممكن يتسرقوا بسرعه بلغه الكوره، لان الوقفات احيانا بتاعتهم ما بتبقاش منضبطه، وخطر جدا. عنده مشكله كبيره قوي في القلب، قلب الملعب بالسرد باكين، ممكن يستغلها النادي الاهلي ويخلي الحصيله اكبر كتير قوي. 1-0 يا كابتن بلال، لسه الماتش ما خلصش. اكيد طبعا 1-0 لسه الماتش ما خلصش، وانت كمان انت هتبقى محتاج انك تغير يعني بعض اللعيبه، هتغيرهم، لان مثلا امام عاشور انت مش هتقدر تديله الماتش كله 90 دقيقه. تخاف ان هو برده يتصاب، تخاف ان هو يتعور، بقى له فتره كبيره ما بيلعبش، لعب بس ثلث ساعه المباراه اللي فاتت، فانت بتديله شوط، ممكن تديله كمان 15 20 دقيقه ماكسيمم، يعني عشان ما يخشش مرحله الاجهاد البدني الكبير كويس. فبالتالي عضليا ما يقدرش يكمل المباراه وممكن يتصاب لا قدر الله. حسين الشحات برضو نفس القصه. طب الاثنين مدربين تفكروا ازاي الشوط الثاني؟ لا بص، طبعا مليار في المية اكيد حسابات كولر غير حسابات ايهاب جلال. طبعا يعني ايهاب جلال عايز يلعب الكل في الكل الشوط الثاني، تمام؟ مين هيغير مين على حساب مين عشان يعدل من نتيجه الماتش؟ انت عندك حاجتين مهمين الشوط الثاني. انت دلوقتي مستر كولر عنده حاجتين او ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه ازاي يحافظ على المكسب، فبالتالي عايز يبقى فيه شويه انضباط دفاعي، تمام؟ كويس. يعني الجيم مفتوح، الجيم لما بيبقى مفتوح يا كابتن ايمن بيخلي اللعيبه كمان نفسها تتفتح ان هي تطلع تهاجم. مزبوط. فبالتالي عندك بقى مروان عايز يطلع يهاجم، واكرم عايز يطلع يهاجم، وده بيبقى على حساب الهجمات المرتده بتاعه الاسماعيلي. هم بيجيدوا، عندهم سرعات، فبيجيدوا الحته دي، وعملوا كورتين ثلاثه خطر، بس يعني قدر مصطفى ان هو يتعامل معاهم بشكل كويس. فالنهارده لازم يبقى اكيد مستر كولر هيشتغل على حته الانضباط او البوزيشن، يعني انك تبقى ثابت، مش كل الناس هتطلع تهاجم عشان الجيم مفتوح، تمام؟ مش هتبقى تقسيمه يعني. فبالتالي دي رقم واحد. رقم اثنين، عايز يحافظ على بعض اللعيبه اللي موجوده في الملعب، اللي اداهم زي امام عاشور، زي حسين الشحات، ممكن عايز يحافظ عليه، عايز يحافظ برضه، ممكن يبقى عايز يحافظ على علي معلول. فبالتالي التغييرات هتبقى ليها حسابات مختلفه غير الجيم نفسه. ثالث حاجه واهم حاجه، انه برضه عايز يسجل هدف عشان يقتل المباراه، تمام؟ ويخلي فرص نادي الاسماعيلي في الرجوع للماتش قليله وضئيله. فانت النهارده هتشتغل على الثلاث حاجات دول الشوط الثاني، هتلعب بمين؟ فاعتقد ان التعليمات الشوط الثاني من بدايتها انك عايز تسجل هدف مبكر جدا عشان تقدر انك تحافظ على اللعيبه بتاعتك، تقدر تعمل تغييرات وانت مستريح، تقدر تشرك اللعيبه اللي انت عايز تشركهم، تمام؟ وتقدر ان انت تروح بالمباراه لحته ثانيه مختلف، ان الجيم يتفتح اكتر، فيبقى عندك مساحات اكتر في الملعب، مابقاش عندك مشكله، ما تبقاش مضغوط من هجمه مرتده او كره ثابته. ده اللي ممكن يشتغل عليه مستر كولر الشوط الثاني. اما ايهاب جلال فاكيد طبعا عايز يضغط اكتر، عايز يجازف اكتر. الشوط الثاني خد بالك ممكن يبقى فيه مساحات للنادي الاهلي اكتر، تقدر تسجل منها اهداف. احنا جالنا فرصتين ثلاثه كان ممكن نسجل فيهم اهداف ونريح الشوط الثاني بلغه الكوره يعني. لكن الشوط الثاني مهم جدا استثمار الفرص يا كابتن ايمن، لانك انت هيحصل عندك تبديلات مليار في الميه، تمام؟ لاراحه بعض اللعيبه وكمان عشان بس مش من البدايه. بص
مش من سمات مستر كولر ان هو بيشتغل من البدايه. انت كسبان كمان بس بس خد بالك ولسه عامل تغيير بتاع حسين الشحات. بس انت عندك اربع تغييرات، فانت عندك ممكن علي معلول، عندك امام عاشور، هل يعني انت غيرت اجباري عبد القادر؟ هل ممكن تدي حسين الشحات كمان 20 30 دقيقه وبعدين تبتدي تغير؟ يعني لسه برضو لسه على حسب سير المباراه يعني. صحيح. طيب عموما بننوه عن ان النادي الاهلي وفريق الكحول الاثيوبي في دور الثمانيه لبطوله افريقيا للكره الطايره سيدات بيذاع على الصفحه الرسميه لموقع النادي الاهلي. كل التوفيق للموقع قناه النادي الاهلي، كل التوفيق لفريق النادي الاهلي للسيدات. وبالمناسبه بنهني فريق الكره الطايره رجال بموسم تاريخي بحصد كل البطولات السنه دي. يا رب دايما بقيه الفرق للنادي الاهلي كعادتها دائما. ان شاء الله الشوط الثاني النادي الاهلي يعزز تقدمه بهدف ويقدر يجيب هدف ثاني، لان المباراه ممتعه او المباراه حلوه فيها كوره، ولاعيبه النادي الاهلي هي المسيطره هي المهيمنه زي ما قالوا كابتننا الكبار. هو جول ثاني يقتل الماتش، وتقريبا زي ما بنقول كده يخلي بقى مستر كولر يفكر براحته، يدي اللي بره، يلعب اللعيبه على قد الاوقات اللي هي المعينه زي ما بيقولوا كابتننا الكبار، اللي هيلعب 20 دقيقه الشوط الثاني، اللي هيلعب 15 دقيقه الشوط الثاني، ويقدر يدي الفرصه للعيبه اللي موجودين على الدكه. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الشوط الثاني، تحقيق الفوز او تعزيز الفوز واضافه المزيد من الاهداف. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه. انتظرونا.